الصف التاسع الأساسي، كتاب اللغة العربية، الوحدة التعليمية الثانية، تقدمت مبادرة ضوء بصوت لبنى غرز الدين. الدرس العاشر بعنوان المقابلة الصحفية. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 105 حتى الصفحة 107. المقابلة الصحفية. اقرأ المقابلة الصحفية الآتية ثم أنفذ النشاط. الصحفي: مساء الخير، ضيفنا اليوم بحار. هذا البحار حملته أمواج البحر وأمواج البر. أديبنا له عدد كبير من الروايات والقصص، وإذا ذكرنا بعضا منها ستعرفونه. إنه صاحب الشمس في يوم غائم، والياطر والمستنقع وحكايات ديمتري والمصابيح الزرق وغيرها. أرحب بالروائي العربي الكبير حنا مينا. حنا مينا: شكرا يا أخي على ترحيبك. الصحفي: كيف تكتب عملك الروائي؟ حنا مينا: لست بساحر، المسألة هي الآتية: عشت الحياة بعمق، عانيت، لم يكن هناك من مجال لتجربة إلا خضتها، وكان علي أن أكافح عمري كله. عشت كل هذه التجارب، وأول عمل كتبته كان مسرحية، وكان هدفي أن أغير الحياة. بعد ذلك قرأت كثيرا وعملت كثيرا، فأنا أحب الحياة للحياة والبحر للبحر، أما المغامرة فهي في تبقى، فإذا كتبت عنها بعد ذلك فليكن، إنما لا أعيشها لأكتب عنها. الصحفي: كل كاتب يحاول أن يضع شيئا من ذاته، أي الروايات أقرب إلى سيرتك الذاتية؟ حنا مينا: أنا موجود وغير موجود في رواياتي، لا أدعي أني الطروسي أو زكريا أو فياض. كتبت الشراع والعاصفة مثلا، وبطلها بحار وريس. أنا رسمته بالكلمات أدبيا، وأنا أتعلم منه الآن. كلما شعرت بالضيق عدت إلى الرواية وقرأتها. لقد صنعت أبطالا أدبيين، لكني لست أنا من بينهم. الصحفي: من يقرأ أعمالك يرى أنك أول من تحدث عن البحر والغابة والمعركة في الأدب. ما وجه الاختلاف برأيك بينك وبين أي كاتب عالج موضوع البحر؟ حنا مينا: يا صديقي، لم يكن ولا يوجد في الوقت الحاضر كاتب عربي عالج موضوع البحر، فقد كان في الأدب العربي القديم حكايات بحارة أبحروا من شواطئ اليمن وعمان إلى بحر الصين، ودونوا بعض مشاهداتهم وبعض ما حدث بشكل حكايات، إنما ليس في الأدب ولا في الشعر الحديث أدب بحر قبل أن أكون أنا. أنا عرفت البحر من خلال عملي، أما الميناء فعالم عجيب، وقد خصصته برواية نهاية رجل شجاع، ووجدت أني أملك هذه التجربة والخبرة التي لا يملكها سواي فكتبت. الصحفي: لكل روائي مفاتيح لأعماله الأدبية، برأيك ما مفاتيحك الأدبية إذا أراد القارئ العادي قراءة أعمالك؟ حنا مينا: هم يكتشفون مفاتيح كتبي، كل ما أعمله هو أن أكتب عن الناس وللناس، ولكن كيف يفهمني الآخرون وكيف أنتشر كل هذا الانتشار؟ هذا يكمن في المقدرة على الوصول إلى القارئ. أتعلم. السؤال الأول: استبعد الإجابة غير الصحيحة مما يأتي. أولا، موضوع النص السابق. الخيارات: مقابلة، حوار موجه بين طرفين، سيرة. الجواب: مقابلة. ثانيا، أجري الحوار السابق مع. الخيارات: روائي، مسرحي،
باحث تاريخي. الجواب روائي. السؤال الثاني، ارسم جدولا مماثلا في دفتري ثم املأ حقوله بالمطلوب مما ورد في المقابلة السابقة. العمود الأول، اسم الشخصية التي أجريت معها الحوار. العمود الثاني، حنا مينا. العمود الأول، يبدأ الحوار ب. العمود الثاني، الترحيب بالضيف. العمود الأول، الغرض من المقابلة. العمود الثاني، التعريف بالأديب حنا مينا وأعماله الأدبية وتجربته الروائية. العمود الأول، نوع المقابلة، قصيرة أم طويلة؟ العمود الثاني، قصيرة. أستنتج، المقابلة الصحفية هي محادثة أو حوار موجه بين الصحفي من جهة وشخص أو أشخاص آخرين من جهة أخرى بغرض جمع المعلومات. من شروط نجاح المقابلة الصحفية، أولاً الاختيار الواعي للشخصية الضيف، ثانياً تحديد أهداف المقابلة، ثالثاً إعداد قائمة بأسئلة المقابلة، رابعاً طلب الإذن لتسجيل المقابلة. من أنواع المقابلة الصحفية، أولاً طويلة، ثانياً قصيرة. أتدرب، أتعاون أنا وزملائي مستعينين بالشابكة لإعداد أسئلة مناسبة للإجابات الواردة في المقابلة الآتية مع باحث في شؤون البيئة والتلوث حول التبدلات المناخية وأثرها في حياتنا وفق الآتي. الترحيب والتقديم. الجواب، مساء الخير، ضيفنا اليوم باحث في شؤون البيئة والتلوث والذي خصص معظم وقته في البحث والتقصي لدراسة أسباب التبدلات المناخية على حياة الإنسان. السؤال الأول، فراغ، وجوابه، أنا أستاذ جامعي أدرس في جامعة دمشق وحاصل على شهادة الدكتوراه في الهندسة الصحية والبيئية. فيكون السؤال، أين تعمل حاليا وما الشهادات العلمية الحاصل عليها؟ السؤال الثاني، فراغ، وجوابه، يقصد مجموعة الاختلالات التي تطرأ على حالة المناخ العامة في الكرة الأرضية والتي تسبب تغيرا جذريا في الطقس، ومن أسبابه الاحتباس الحراري، ثقب طبقة الأوزون، فقدان التوازن البيئي، انتشار الملوثات. فيكون السؤال، ما المقصود بالتبدلات المناخية وما أبرز أسبابها؟ السؤال الثالث، فراغ، وجوابه، للتغيرات المناخية آثار إيجابية وأخرى سلبية، فتغيرات المناخ في إقليم سيبيريا يتوقع أن تحسن من إنتاج الطعام وأنشطة الاقتصاد المحلي، وذلك على المدى القصير إلى المتوسط على الأقل، ولكن العديد من الدراسات الحالية والمستقبلية أشارت إلى أن الآثار الحالية والمستقبلية للتغير المناخي على الإنسان والمجتمع ستظل سلبية. فيكون السؤال، هل ستكون تأثيرات التغير المناخي إيجابية أم سلبية على المدى القريب والمتوسط؟ السؤال الرابع، فراغ، وجوابه، تتوقع منظمة الصحة العالمية أنه في الفترة ما بين 2030 حتى 2050 ميلادي سيؤدي التغير المناخي لوفاة ما يقرب من 250 ألف إنسان حول العالم. وفي هذا العام توصل تقرير المخاطر العالمية الذي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي يجمع تقييمات 750 عالما وخبيرا، إلى أن أكبر خمس مخاطر يواجهها العالم هي أسلحة الدمار الشامل، أما المخاطر الأربعة الأخرى فتتعلق جميعها بالمناخ. السؤال الخامس، فراغ،
وجوابه: إذا ما أردنا حلاً لهذه المشكلة، علينا أن نضع سياسة عالمية للتخفيف من التلوث البيئي واعتماد الطاقة البديلة والعناية بالغطاء النباتي. ويكون السؤال: برأيك كيف يمكن للعالم أن يواجه هذه المشكلة؟ أطبق أعد مجموعة أسئلة لإجراء مقابلة مع إحدى الشخصيات الآتية: شخصية وطنية، أو لاعب رياضي، أو باحث في الشؤون الاجتماعية. الخيار الأول: إذا كانت المقابلة ستتم مع شخصية وطنية، يمكننا أن السيد وزير التربية المحترم، شرف كبير لي بلقاء حضرتكم. الأسئلة: أولاً، ما أبرز المشكلات التي تواجهكم في عملكم التربوي؟ ثانياً، كيف تعملون على تذليل الصعوبات والمعوقات في عملكم؟ ثالثاً، كم يبلغ عدد الكادر التدريسي في سوريا؟ رابعاً، هل هناك نقص في المدرسين لبعض الاختصاصات؟ خامساً، لماذا يتم التأخر في صدور النتائج في الشهادة الثانوية؟ سادساً، كم تبلغ الميزانية السنوية لوزارتكم؟ سابعاً، لما يتم تغيير المنهاج بشكل مستمر؟ ثامناً، أين تقومون بطباعة الكتب؟ إذا كانت الشخصية لاعب رياضي: اللاعب الدولي عمر السومة، مرحباً بك. الأسئلة: أولاً، ما أبرز المشكلات التي تواجهكم في المنتخب؟ ثانياً، كيف تعملون على تذليل الصعوبات والمعوقات في عملكم؟ ثالثاً، هل هناك نية في استدعاء اللاعبين في الخارج للانضمام إلى المعسكر التدريبي؟ رابعاً، كم تبلغ الميزانية السنوية للمنتخب وكم تتقاضى شهرياً؟ خامساً، لماذا برأيك تم استبعاد المدرب الأجنبي؟ سادساً، متى ينتهي عقدك مع نادي الهلال السعودي؟ سابعاً، من المسؤول عن خسارة المنتخب في مباراة أستراليا؟ ثامناً، أتؤمن بالحظ في الرياضة؟ إذا كانت الشخصية باحث في الشؤون الاجتماعية: السيد أحمد، الباحث في الشؤون الاجتماعية، سررت بلقائك. الأسئلة: أولاً، ما أبرز المشكلات التي تواجهكم أثناء عملكم؟ ثانياً، أي الشرائح الاجتماعية التي ترون أنها بحاجة إلى مرشد اجتماعي؟ ثالثاً، ما هي أهدافك المستقبلية وما هي طموحاتك؟ رابعاً، هل يمكنك أن تحدثنا عن أبرز مشاكل الشباب وكيف تتغلبون عليها؟ خامساً، متى تعتقد أن المرشد الاجتماعي سيكون له دور في معالجة هموم المجتمع؟ نهاية الدرس.